لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث من حاشية على كتاب الحد من منار السبيل، ونستكمل الحديث حول محظورات الإحرام. الثالث، قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بأسا، لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيسوم وخزامي، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني. قاله في الإقناع: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدى لاستدامة المحظور من غير عذر. قوله الثالث قصد شم الطيب، يعني المحظور الثالث من محظورات الإحرام. قلنا في الشرح: يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفرا. واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب. فلو طيب جزءا من بدنه بعطر أو بمسك أو مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية، لأن كل دي هتدخل في معنى التطيب. ولو لبس ثوبا مبخرا بالطيب أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو علق بنعله طيب لزمته الفدية. ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه، دون عينه يعني جرمه مش عين للشخص يعني، ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه، لأنه الطيب خصوصا الطيب القديم كان له عين أكثر من طيب الزمان الحالي احنا فيه. الطيب قديما كان أشبه بالكريم عندنا دلوقتي، اللي هو الكريم اللي له يعني جرم كده وحجم، كان هو ده طبيعة الطيب قديما يعني. قال: ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية فيه بلا خلاف. يعني واحد قاعد في مكان فيه عطر، عبق العطر نفسه طلع على هدومه على ملابسه على جسمه نحو ذلك، لا يضره ذلك، العبرة بأن يستعمل هو العطر. ولا يتعمد، يعني ينبغي عليه ألا يتعمد أن يتواجد أيضا في مثل ذلك إلا في حال مثلا الكعبة تبخر نحو ذلك. ولو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية. ببدنه يعني أرض محطوط عليها طيب،
يقوم هو ينام على جسمه وهو جسمه من غير ما يكون فيه عازل، أو ملابسه اللي هي ملابس الإحرام ينام عليها بحيث أن الطيب ده يطبع عنده، لازمه الفدية. قال: ولو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه أو نام لم تجب الفدية، لكن إن كان الثوب رقيقا كره وإلا فلا، إلا أن يكون الثوب اللي هو فرشه رقيق، ده هيبقى فيه شك أنه الطيب ده هيعمل إيه؟ هيتصاعد. فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله، وإن بقي اللون لم يحرم. وذكر البخاري عن ابن عباس تعليقا أنه قال: يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن، لأن هذه لا تعد تطيبا، أو هذا لا يعد تطيبا. قال: ولا يكره للمحرم شراء الطيب، ويحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب، فإن احتاج إليه جاز وعليه الفدية. ولو غسل بالصابون فلا شيء عليه، لأنه ليس بطيب، ولكن عليه أن يحتاط من الصابون ذي الرائحة الشديدة التي تدوم ولا تزول بالغسل بالماء، لأنه يصير قد طيب. قوله: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، معنى أنه متى لبس مخيطا أو تطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية، بأن كان ناسيا أو ألقته الريح عليه لازمه المبادرة بإزالته بأن ينحيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه، فإن أخر إزالته مع الإمكان لازمته الفدية. يعني صورة تطبيقية، أحيانا احنا نجد بعض المعتمرين والحجاج ممكن يقع في مثل هذا، فبعضنا يسارع بالفتية: عليك فدية. لا، اسأله أولا هل هو عالم بذلك ولا جاهل، هل هو ناسي أو متعمد، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ويلزمه أن يغادر هذا الذي فعله أو يتركه. يعني الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن وتقليم الأظافر. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. قوله الرابع: إزالة الشعر وتقليم الأظفار. إذا أحرم المسلم حرم عليه حلق الرأس، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ويحرم حلق شعر سائر البدن، لأنه حلق يتنظف به ويترفه به، فلم يجز كحلق الرأس. ابن حزم خالف العلماء في ذلك، وقال: لا بأس بأنه يفعل هذا لأنه لا نص عليه، تمسكا بظاهريته، وأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة نص في حظر يعني حلق الشعر غير الرأس. وهذا وإن كان في ظاهره مقبول، لكن يعني هذا جرت عادة الصحابة والسلف والعلماء على أنه محظور قياسا على شعر الرأس وعليه العمل. وأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريمه الرجل والمرأة. وكذلك يجب على ولي الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره، ويحرم عليه تمكين الصبي أو يحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته. ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل وتجب به الفدية، سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما. يعني سواء قص بشيء أو شد الشعر،
هذا كله أيضا يدخل في المحظور. نعم. لقوله قال وإزالة الظفر كإزالة الشعر، سواء قلمه أو كسره أو قطعه، يعني أصل الظفر أو كسره أو قطعه، وكل قطع يعني بأسنانه مثلا، بعض الناس يقوم يقطع ظفره بأسنانه، هذا أيضا محظور. نعم. قال وكل ذلك حرام. هنا قد يقول قائل أين النص على هذا؟ العلماء ذكروا أن هذا يعني يؤخذ من مفهوم الأحكام العامة في الحج والحكمة من ذلك، وهي عدم الترفه، عدم الترفه، لأن هذا كله حكمته عدم الترفه، إن الإنسان ما يترفهش وهو في حال الإحرام. نعم. قال وإزالة الظفر كإزالة الشعر، سواء قلمه أو كسره أو قطعه، وكل ذلك حرام موجب للفدية، سواء كل الظفر وبعضه، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، التفث فسره بعض السلف بقص الأظفار ونحو ذلك. ويكره حلق ويكره حك الشعر في الإحرام، حك الشعر انه يعني يهرش في راسه يعني بالأظافر لئلا ينتف شعرا، ولا يكره ببطون الأنامل، ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر. يعني الإنسان الأحسن وهو في الإحرام، تجنبا لهذا الخلاف بين العلماء، في حال الحك يحك ببطون يديه أفضل، إلا إذا كان يظن حرصه في مسألة الحك ونحو ذلك. نعم. الناس والجاهل لا شيء عليه. وله أن يحك بدنه إذا حكه، لما رواه مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فيحكه وليشدد، يعني يأخذ راحته يعني، ولو ربطت يدي ولم أجد إلا رجلي لحككت. ده نوع من الإيش يعني المبالغة في بيان الجواز يعني. نعم. وله أن يحتجم في رأسه وغير رأسه إن احتاج، أن يحلق شعرا، لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وبه قال مالك. وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، كذلك لغير الجنابة، لما روى مالك والشافعي، يعني يجوز للمحرم أن يغتسل لا حرج، وليس هذا من المحظور فيقال أن هذا من الترفه، لا، الاغتسال من التنظف وليس من الترفه. نعم. نعم. يغسل ما فيش حرج، إن كان هو يظن أنه لا يسقط شعره، كان يظن أن شعره لا يسقط. نعم. قال وأن عمر اغتسل وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، إلا شعثا يعني ثباتا، يعني كانوا الصحابة بيحطوا يلبدوا شعرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره. لماذا؟ أولا كان شعرهم طويل جدا، فكان يلبدوا الشعر ده طول فترة السفر وهم جايين محرمين، ليه؟ عشان ما يحتاجش إنه يعمل إيه؟ يمشط كل شوية ويسرح، فيوم يلبده يخليه حاجة كده ماسكة كده زي حاجة ثابتة كده، ما يحتاجش بقى لإيه؟ لا يعملوا كل شوية يسرحوا ونحو ذلك. نعم. وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيق أينا أطول نفسا في الماء، دليل على مشروعية الاغتسال يعني. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل أو بالغسل، وإن حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية على الأرجح، لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، لقوله تعالى
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قوله الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، يعني من المحظور على المحرم ذلك. لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد البري أو اصطياده على المحرم لما تقدم من الآيات، الآيات المذكورة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم. قال والصيد المحرم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء على أصح الأقوال. إيه ضوابط الصيد الممنوع على المحرم؟ ما جمع ثلاثة أشياء، أحدها أن يكون وحشيا، وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج ونحوه. يعني الإنسان هو محرم، ما فيش مانع أن يأكل لحم هناك، هو محرم في الحرم يأكل لحم، واللحم ده الجزار ذبحه للمحرمين، ما فيش حرج، لأن هذا ليس إيش وحشيا، ده ابتداء، هذا ليس وحشيا. نعم. الثاني أن يكون مأكولا، فأما ما ليس بمأكول كالسباع أو كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير فلا جزاء فيه. يعني لو هو صاد صيد ليس مأكولا، ليس مأكولا، بهائم بتاع حشرات نحو ذلك مضرة، هذا لا يضره. الثالث أن يكون من صيد البر، أن يكون من صيد البر، فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى المحرم صيد البر، الحاجات البرية، أما البحر فيجوز للمحرم أنه يأكل سمك ويصطاد سمك ونحو ذلك. نعم. والمراد بصيد البحر الذي هو حلال للمحرم ما لا يعيش إلا في البحر سواء الصغير والكبير، وأما ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري تغليبا لجهة التحريم، وكذلك المتولد من المأكول وغيره. يعني أما ما يعيش في البر والبحر، في حيوانات بر بحري، طيب ده يؤكل ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل تغليبا لجانب الإيش الحظر. نعم. وكذلك المتولد من المأكول وغيره، قلنا في الهامش المتولد من عن مأكول وغيره المراد ما نتج عن تناكح حيوان مأكول وآخر غير مأكول، ممكن حيوانات بعضها مأكول وغير مأكول يحصل تناكح بينها، يوم يتولد حيوان بين هذين يتغلب جانب الإيش الحظر أيضا. نعم. مثلا حمار أهلي، حمار أهلي مثلا وحصان مثلا، يقوم يتولد بينهما حيوان فهذا يمنع أيضا تغليبا لجانب الحظر. فضل. والدلالة عليه، أنا متجوزها لأنها هي شرح زيادة يعني. والدلالة عليه والإعانة على قتله، لأنه إعانة على المحرم، على المحرم، على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا.
قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه وإفساد بيضه لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في بيض النعامة ثمنه رواه ابن ماجه. قوله والدلالة عليه والإعانة على قتله أي هذا مما يحظر على المحرم، يحرم على المحرم أن يدل على الصيد، أن يدل غيره، هو مش هيصطاد هو نفسه لكن يدل غيره ويدل على ذلك الحديث المذكور هو حديث أبي قتادة، فلا يجوز للمحرم الدلالة لغيره على الصيد أن يقول له في صيد جايه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز له يحرم عليه، ولا الإعانة على ذلك أن يعطي له مثلا سيف، يعطي له مثلا نبل، يعطي له كذا، يعطي له سكين نحو ذلك، لا يجوز للمحرم لا الدلالة ولا الإعانة. نعم ده من باب أولى لأن هو لا يعطيها له لو كان محرم، لو كان الصائد محرما فالأمر يزداد منعا، إنما هذه الصورة المقصود بها أن الصائد حلال واللي بيدل على الصيد من محرم فيحرم عليه ذلك. نعم لا ولا أي درجة من درجات الدلالة، لا بالإشارة ولا ب أنا في تفصيل بس أنا يعني عايز أختصر لأن الوقت مش هيكفي معانا، لا بالدلالة ولا بالإشارة ولا بالكلام ولا بالمناولة ولا الإعانة. نعم إحنا هنتجاوز الصفحة دي والصفحة اللي وراها لأنه ده ملخصها ما ذكرناه، إنه لا يجوز له لا الإعانة ولا الدلالة. السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. قوله السادس عقد النكاح ولا يصح، قلنا في الشرح عقد النكاح يعني لنفسه أو لغيره، لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه ولا لغيره. طب لنفسه معلوم، لغيره يعني أن يكون وكيلا أو وليا أو نحو ذلك. يحرم على المحرم أن يتزوج ويحرم عليه أن يزوج موليته بالولاية الخاصة وهي العصوبة والولاء، ويحرم على المحرم أن يتزوج فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل لحديث عثمان المتقدم. واختلف العلماء في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة لأنه تزوجها في طريق مكة، أيضا خلاصة للمسألة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس محرما. ابن عباس قال تزوجها وهو محرم، ميمونة هي نفسها تقول تزوجني وهو حلال، فهو خلاصة المسألة أنا عشان بختصر بس المسألة. فيحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره أو الخطبة له أو لغيره وهكذا. مسألة في آخر الصفحة كده فإذا يعني مسألة لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع فلا بد من عقد جديد ويكون وطئه الأول وطئا بشبهة وأولاده شرعيون أي ينسبون إليه شرعا كما أنهم منسبون إليه قدرا. السابع
الوطء في الفرج لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف، ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنه. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطء في الفرج، لأنه يجب به الحد دونهما، والثانية يفسد وهو قول مالك. قوله السابع: الوطء في الفرج، يعني مما يحظر على المحرم الجماع. يحرم الوطء في الفرج للمحرم لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتجب به الكفارة والقضاء على المحرم. إذا وطأ امرأته في الحج تجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين. قبل التحللين، احنا عندنا تحلل أول وتحلل ثاني. تحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة والطواف، طواف الإفاضة، بعد رمي جمرة العقبة والحلق، ده تحلل الأول. تحلل الثاني بعد الطواف، طواف الإفاضة. فإذا جامعها قبل التحللين فيكون عليه القضاء والكفارة. قضاء إيش؟ قضاء الحج، عليه حج من قابل. طيب يعني يروح خلاص كده؟ يتم الحج وعليه إيش؟ حج من قابل. قال: وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين، وسواء الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي والبهيمة، وسواء وطء الزوجة والزنا، هذا كله على أرجح الأقوال. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان. فقال: أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا. خليك مع الناس في كل المناسك وحل إذا حلوا، يتحلل معاهم. فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهدي هديا، عليكم هدي. فإن لم تجد فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وكذلك قال ابن عباس: لا لا لا، هو يتم حجه كما هو. الذي جامع امرأته قبل التحللين يمضي في حجه، يمضي في حجه، وعليه فدية، عليه دم، عليه دم هدي، يعني الاثنين كل واحد عليه هدي، وعليهما حج من قابل، إن هم يلزمهم حج في العام الذي بعد ذلك. لأنه في فرق بين الفساد والبطلان، في فرق بين الفساد والبطلان. فهذا وإن أفسد حجه لكن يمضي فيه يعني المناسك، وعليه حج من قبل. قال: قوله ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. دواعي يعني الجماع اللي هي المقدمات. يعني يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحلل، يحرم عليه كل ذلك. ومتى باشر عمدا بشهوة لزمته الفدية، وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام على الصحيح. قال: ولا يفسد نسكه. في فايدة نذكرها لكم على الهامش، يعني
ومتى باشر عمدا بشهوة لازمته الفدية وهي شاه أو بدلها من الإطعام أو الصيام على الصحيح. المباشرة احنا عندنا لو جامع عليه إيش؟ بدنة كاملة يعني واحدة من الإبل، إنما لو باشر فقط عليه شاه. ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة إن لم ينزل بلا خلاف، هذا كله إذا باشر عالما ذاكرا للإحرام، فإن أنزل فلا يفسد على الصحيح كما قال الشافعي، فإن أنزل فلا يفسد على الصحيح كما قال الشافعي. والرواية الأولى عن أحمد. بدنة ضعيف، نعم، إنه هو علي شاه فقط وليس بدنة، لأنه هم أسوا على الجماع، وهذا ليس جماعا، هذا ليس جماع، المباشرة شيء والجماع شيء آخر. هذا كل قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة إن لم ينزل بلا خلاف، هذا كله إذا باشر عالما ذاكرا للإحرام، فإن أنزل فلا يفسد على الصحيح كما قال الشافعي. المباشرة كلها مش هيفسد بها الحج حتى ولو أنزل. نعم، لو أنزل أي منزل عند الإطلاق دائما يقصد بالإيش؟ المني. نعم، فإن أنزل فلا يفسد على الصحيح كما قال الشافعي. والرواية الأولى عن أحمد لأنه لا نص فيه ولا إجماع وعليه بدنه. قال: فإن كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف، لأنه استمتاع محض فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب واللباس. وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف ولا فدية. نعم، قال: وأما الاستمناء باليد فحرام بلا خلاف، لأنه حرام في غير الإحرام، ففي الإحرام أولى، فإن استمنى المحرم فأنزل لازمته الفدية وهي كفدية الحلق، ولا يفسد حجه ولا عمرته. وإذا نظر المحرم إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا عمرته ولا فدية على الراجح، لأن النظر هذا وإن كان هو مؤاخذ باسترسال فيه، لكن ليس فيه يعني نص ولا يعني حكم من الصحابة على فدية. وإذا جاء مع المعتمر بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فعليه دم ولا تفسد عمرته على الأرجح. واحد اعتمر وقبل ما يحلق جامع امرأته، العمرة صحيحة لكن عليه دم ويحلق. قال: وفي جميع المحظورات، تفضل. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد: يطعم شيئا. وقال إسحاق: تمرة فما فوقها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض، وروي عن عمر في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة. قوله: وفي جميع المحظورات الفدية مذكورة في الآية، وهي قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. ما هي؟ من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، أو صدقة لستة مساكين، أو نسك يعني ذم شاه. هذه هي الفدية عموما على العقوبات، إلا في عقد النكاح فلا فدية فيه،
عقد النكاح عقد فقط فلا فدية فيه، إنما طبعا الجماع هو الذي يفسد الحج عليه يعني هدي. وفي البيض والجراد قيمته مكانه، يعني في البيض والجراد ونحو ذلك قيمته، وده في الصيد ونحو ذلك عليه قيمة ذلك، يقيم إما مثلا وإما قيمة، إما مثلا وإما قيمة. نعم، إحنا هنقف على هذا القدر لننتقل إلى أركان الحج وواجباته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.